ومعانا الست ام محمد اللي كانت بتسال سؤال، بتقول ان بتجيب مدرسه مسيحيه البيت لاولادها، بتدرس للاولاد، وبتقول ان الولاد صغيرين 8 سنين 11 سنه بيبتدوا يسالوها عن دينها وايه العقيده بتاعتها وانها قلقانه من هذا الامر. انا مش شايفه اي داعي، ما احنا كلنا لينا، زي ما المسلمين ليهم مدرسين مسيحيين، المسيحيين ليهم مدرسين مسلمين، واحنا كلنا مواطنين مصريين، والعبره بالكفاءه وحسن التعليم، فإن كان كده فلا شيء في ذلك يعني. وأنا يعني مستعجبة السؤال صراحة، يعني صراحة متعجبة منه. أما شق إن ولادي بيسألوا ده ماشي أجاوبك عليه، إنما إن أنا مدرسة ولادي مسيحيين، كل مدرسينا مزيج من المسلمين والمسيحيين، إيه المشكلة؟ وبعدين أنا أعلم بقى ولادي احترام العقيدة والحرية في اختيارها، وإن دي من المبادئ المهمة اللي أكد عليها الإسلام. فأنا بوجه ولادي وبوعي ولادي، وبعدين أعلمهم سورة الكافرون، ولما أعلمهم سورة الكافرون أشهر يعني أشرح المعاني بأن الكافر ده مش شتيمة، الكافر يعني المخالف لي في الاعتقاد. ربنا ختم السورة بأنه لكم دينكم ولي دين، يعني أنا أحترم معتقدهم، هم حرين في اختيارهم وأنا حر في اختياري، وعند الله يكون الحساب مش عندي أنا هنا. فلا، ما ينفعش أن أنا أعمل مدرستي اللي هي بتدين بدين غير ديني أنه أعملها معاملة وحشة، بل بالعكس، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا برضو كل الكلام ده تقوليه لهم، هم هيستعيبوا من الكلام ده مثلا بنسبة 50% 30%، وكل شوية بتعلمي وبتوجهي. وما نربيش ولادنا على التعصب، وما نربيهمش على العنصرية، نربيهم على معاني الراقية اللي بيعلمها لنا الإسلام الحنيف. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر الكلمة ده اسم كده يعرف، اسم الجامع لكل أنواع الخير. ربنا قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تكونوا أهل حق وعدل، إن الله يحب المقسطين. طالما الناس دي لا تعاديك ونحن لا نعاد، احنا مواطنين كلنا في بلد واحد، يحنو بعضنا على بعض وكلنا بنبقى مع بعض، فلازم الروح دي تكون موجودة، لازم ان احنا نساعد على انها تزداد، مش ان احنا نعمل اقول انا جايبة مدرسة معرفش كذا، وانه اصل انا خايف ليه، ربي اولادك على القيم الاسلامية الحنيفة، هتلاقيهم منضبطين ومعتدلين وخيرين مع جميع الناس. ما فيش الحتة دي عنده، بيحترم كل إنسان قدام، اختياراته هو حر فيها، عند الله يكون الحساب مش عندنا احنا هنا. نسأل الله السلامة.